انه هو بيقول لك ايه، خليك متواضع في العشر وصايا اللي عملهم بليه، وان شاء الله هننشرهم في مجلة الاذاعة والتلفزيون السبت الجاي للاعبين. بيقول لك اني كن متواضع مع زملائك ومع جمهورك الكبير. تعرفوا نوع تواضع ايه؟ شيراتون حجز جناح لبليه، شيء حلوة لتمانية الفاضي بالارتشيتشا، وبليه بيدي وعاو شوف، خد بالك من بليه بيدي ابو جريشة، زيزو على ابو جريشة، فريق البرازيل بياخدها، جاي فين نمرة 10 اهو عند الوينج اليمين، ويطلع من اتنين ويدي من بين لريتشيا، فات 9 دقايق ولا زالت النتيجة التعادل بين النادي الاهلي، وبيرقص اتنين وبيدي بليه بليه بليه، الراقص على كرة لسه واقع في الارض وقدم له الاكل، راحت طولت راحت. ايطاليا جاب اول جول بالهز، ما حدش شافه، اوعى بليه بالهز دي، هي بقول لك حرص بالهز، بتوخف وبليه بيخش من وسط اثنين ويدي وبليه راجع لهم ورا فين، ساعات بتشوفه قدام، وراحت راحت من بليه، رجع خدها منه زيزو وداخل زيزو، بليه مش سايبه، طويله البليه، شوف مفضي نفسه ازاي على صدره وتروح الكورنر في صالح النادي الاهلي، وبيلعبها سكرو وفايته بليه، شوف بليه راجع عند الخط فين اللي طلع نجم البرازيل سنة 70 وداها وبليه تاني بدماغه فاتت للود اليمين، عوة بيتنيل بليه وياخدها على صدره ويخش في وسط اتنين مش سايبه مصطفى يونس، مصطفى يونس اصغر ما واحد في لعيبة اللي في النادي الاهلي وبكعبه حلوة، وبليه تاني شوف راح فين بعد ما اداها واتنقل ونقلها للسنتر فانوس والوينج اليمين، ما تخليش يشوط ما تخليش يشوط، شاط وحلوة فوق بليه، هو هيشوط بقى من 40 ياردة ما شاطش، انور بليه وبليه بيد احمد محرم يبعد 4 خطوات وبليه بيسيبها، بليه اللي هيرمي الاوت ورام الاوت هناك عند زميله، النادي الاهلي متكتل، بليه تاني وبيلعب الواحدة ما فيش حد قدام، عصام لوحده وعصام بيلعبها نمرة 4 هرمز وبليه بيرجعها وزيجالوس طالع قدام وبليه بياخد وحيدي اوزوبيو وبليه وبليه بيدي وبليه شوف التمشية على طول وطالع هرمز بليه، بليه استنى ولعبها بكعبه ورجع تاني، الرول بتاعه بيبقى صعب قوي انك تاخدها، شوف هو على طول جاي حلوة مصطفى يونس بليه ولاعب فعلا بليه وبرضو على الارض طالع وراهم وبيدي بليه هيكملها، مصطفى عبده نزل بدل زيزو ولابس نمرة 15 في الوينج الشمال، زيزو هرمز بليه بيتحرك وبينقلها صغيرة، البرازيل هجمة وبليه بيخش وبيلعبها له الجول بتاع سانتوس، شوطة طويلة قدام على صدره نمرة 9 بيعدلها اوزوبيو، كلاوديو برا عود، بليه هيلمي الاوت نمرة 10 رماها تايم ما عملتش حاجة ابدا، بليه استنى ولعبها حلوة من بام، بليه مستني خلاص راحت عن بليه، شاط بره اتخذت في الوقت المعين بعد ما يكون النادي الاهلي هاجم لمده 10 ما يحتك بيه، والباك بليه ادى النمره 9 وترجع تاني لبليه من اوزوبيو وتتاخذ من بليه، مصطفى يونس يقف مستريح، بليه ياخدها على صدره وعلى ركبته ويمشي، ما شاطش خلاص اتزنق، بليه بيعدلها لجير وجير بيشوط حلوه حلوه انهم 5 نقله السادسه، بليه بيهوش ويسيبها وجير بيديله هات وخد شوط بليه حلوه، جول بليه جول بليه الثاني جول بليه الثاني جول بليه الثاني، هو وجير شفنا النقله بينه وبين جير، الجول الثاني بعد ست بعد ما كان الاهلي هاجم جدا، بليه بياخدها وبيلعبها سانتوس، بليه بيفوت ما فيش نفس الحته بتاع الدور اللي فات، بليه بليه شوف يشاور ويعرف ان في ناس هتنتظر من بليه، ادي بليه تاني
بلاي تاني هيجيب الجول الثالث، هيجيب الجول الثالث، هيجيب الجول الثالث، وجابه وجاب الجول الثالث. ادي بلاي اهو، ادي بلاي. ناس كتير هتقول لي بلاي بيعمل ايه؟ راح 60 3 اوزوبيو بلاي، بلاي طالع وتروح من بلاي، خد الساندو، الساندو نزل مطرح وسحب جاير ودى على يمينه وساعة تمام لحد الدقيقة 60 ومدي. يا سلام يا سلام يا سلام. علي ابو جريشة بيشترك، ياخدها بليه ويلعبها على يمينه فاضي، جريشة بياخد له مطرحه وبيديله تاني، ياخدها بليه ويمشي من واحد ويزق ويلعبها وبكعبه والتالتة لايده ويوصلوا هناك، ويشوف كنتروله ازاي، وبيدي بليه، بليه راجع لورا وبيدي وهيطلع قدام بليه، وهاته خد، اوعى دي شماله، اوعى شماله، برافو يا برافو يا اكرامي. باقي بين بليه خارج جري اهو قبل ما الناس تتلم عليه،